اخيرا موضوع ترخيص الزمالك، رخصة الزمالك، احنا قالوا في مهلة لغاية 5/7. 5/7 لسه ما جاش، يعني ما لسه بعد بكرة. قدامنا بعد بكره في ساعه واحده الامور بتنحل. الزمالك شغال في مفاوضاته، وعلى فكره برضو يعني الناس فاهمت الاتحاد ومجامله الزمالك، وان هو احنا فاتحين للزمالك وعدد من الانديه بعد اللي اذن عارف الدوري سيادتك المحترفين يا لازم دكتور كلهم ايهاب، ياخدوا رخصه. دكتور نعم ايهاب، اتفضل. يعني في حاجات حتى لو ومن حقنا احنا هتساعد، نقف. ايوه بص، ما نادي انا قلت لها الزمالك نادي نقف مش صغير، يا نادي فندم. انا الاهلي، هقول نادي الاسماعيلي، نادي هو كفايه الظروف والقسوه الماليه اللي على نادي الزمالك، يا استاذ محمد، انا وما هقول لحضرتك يعني ما حاجه. تر... يعني الزمالك في الظروف اللي هو فيها دي مش بايده، يعني هيعمل ايه احنا المجلس؟ كاتحاد، احنا كاتحاد مع المجلس القديم للزمالك وقفنا في جدوله المستحقات للناس التزمت جدا جدا، وحاليا فتره جديده مع كابتن حسين لبيب واحد من رموز الرياضه في مصر، واحد لكن هو ينفع محترم جدا. بطولة افريقيا تلعب من غير اهلي وزمالك؟ ازاي يعني؟ فاحنا معاهم قلبا وقلبا مع اي نادي بيمثل يعني مصر من النهارده حد الناس الدوري، نزل من ساعه هنساعد. انا برد على اللي سيادتك بتقوله، ان بعض الناس بتعترض وانتوا بتجاملوا، يعني انت لا ما النهارده يعترضوا، احنا مش هنلتفت للي يعترض يا فندم. يعني ده انت انا النهارده بقول يعني عايز نادي انا بحجم، بكلمك على السوشيال ميديا، انا احنا فاهم يا هنعمل فندم، الصح. انا بس عشان برضو اللي بيتفرج علينا يبقى فاهم، وحتى اللي بيقول هذا الكلام يبقى فاهم ان في برضو مكانه الانديه عندنا كبيره على المستوى الافريقي، نادي زي بالظبط الزمالك. كده، يعني انا بالظبط. قاعد الزمالك ما يشاركش واخلي النادي لا مثلا شركه لا لا، يشترك مكانه، مع كامل الاحترام ومن والتقدير، يتزين بالاخر؟ هو الزمالك اللي هيتزين بالكونفدراليه ولا لا الكونفدراليه تتزين الكونفدراليه. بالزمالك؟ هو الزمالك ده حصل على 5 بطولات ايام ما كانتش لسه لا دوري معلش يا رابطه سيدي، مش ابطال دوري ولا الابطال برضه، كونفدراليه. ده دوري الابطال دي قصه تانيه. فالكونفدراليه هي كمان اللي يبقى عندها حرص ان الزمالك يبقى موجود، نسبه مظبوط. المشاهده بتزيد والحضور وللتسويق وطبعا والغير واهميته في القاره. فخلينا نقول في الظروف دي لازم الاتحاد يساعد، طبعا لازم يساعد، ولو الاهلي لازم يساعد ويساعد الاهلي، اي ولو نادي، الاسماعيلي لازم يساعد. اي نادي. هو الاسماعيلي لو موقوف قيد وتقدر تساعده مش هتساعده؟ وانا اتصور دوري بدون الاسماعيلي وبدون الاتحاد السكندري؟ لا اتصور. كارثه، ده احنا كنا ما مطيرين لا اتصور بالمحله عمري. وهو بيصعد، يعني يعني المحله لما رجع، يعني انت شفت كنا الفرحه بتاعت طايرين الكل. طبعا. ده اللي احنا عايزينه، وعايزين لا المصري انا وعايزين مع الاتحاد. سيادتك ان الاتحاد يقف بجوار الزمالك في هذه الازمه، وبكل ما يملك من اتصالات، من حتى لو تاجله شويه لو الزمالك ياخد فرصه، انا ما اعرفش هم يوصلوا لايه، واتقال انه الزمالك ليه فلوس عند الاتحاد الافريقي كانها ضمانه لانهاء الازمه، ما اعرفش هذا الكلام صح ولا لا، ما والله اعرفش. يعني بس كل الحلقة احنا منتظرين لغايه 5، وان شاء الله باذن الله الموضوع ينتهي باذن الله، والموضوع ان باذن شاء الله الله ينتهي. بمناسبه باذن الله. الرخصه برضه، اتهمتوا ان انتوا اديتوا رخصه لبيراميدز، نجوم نادي النجوم بيقول ان انتوا اديتوا الرخصه لبيراميدز وهم ليهم فلوس عندهم. استاذ محمد الطويله صديق عامل بيان عزيز، طويل عريض اهو. انا هو ليه فلوس عند بيراميدز، لكن باختصار شديد جدا معلوماتي في هذا الموضوع برضو، ان صدر الرخصه دي كانت 31/3 زي ما حضرتك عارف، تمام. تمام، لتوفيق الاوضاع. كان صدر حكم لنادي النجوم بحقيته بمبالغ عند نادي بيراميدز نظير انتقال احد اللاعبين، تمام كده؟ تمام. فكان نادي بيراميدز تظلم، تمام. فالتظلم ده قبل. يوقف لعب. بيراميدز كان تظلم. لا قبل التظلم. ما انا هقول لحضرتك بقى، اتحكم في التظلم 26/6 اللي احنا موجودين فيه باحقيه نادي النجوم. يعني لجنه شؤون اللاعبين كانت يعني ندت بعد، النجوم قصدك الحكم احقيه. النهائي كان بعد 31/3. 26/6 اوكي. حكمت او اللجنه عندنا اوكي. باحقيه او بتاكيد قرار لجنه دي شؤون لجنة اللاعبين، التظلمات. وبالتالي احنا يعني احنا ما يعني مش هنيجي مع نادي على حساب نادي ثاني، احنا مع الحق، احنا مع الحق. يعني ما انت حضرتك لسه بنقول لا انا عاوز بيراميدز الاقيه ينطلق، عاوز الاهلي الاقيه ينطلق، قاعد الايمن مظبوط الزمالك طبعا. يكسر دينها، الاسماعيلي يرجع لعهده، طبعا. الانفي المصري، ده اللي احنا محتاجينه، ونهدى شويه على بعض. ربنا انا يعدي على خير ان بمناسبه شاء الله. الزمالك ينطلق، قبل ما اقفل معاك، والهجوم اللي على موضوع تاجيل الماتشات والظروف وان الدوري بيتلعب لغايه دلوقتي، انا عايز اقول ده نتيجته ان احنا كسبنا افريقيا دوري ابطال وكونفدراليه. يعني التاجيلات اللي اتعملت دي نتيجتها، وكنت بتكلم مع الكابتن ضياء السيد من يومين في القصه دي ولا امبارح، نتيجة بص ليها محمد، جانب سلبي، الدوري شغال، الله بس ينور. الاهلي اللي كان لا يمكن هيكسب دوري الابطال لو انت ما اجلتلوش، والزمالك هقول لا لحضرتك يمكن، حاجه وانت قلت وخدنا هقول امثله. بص الهلال السعودي رفضوا له التاجيل، خرج من دوري ابطال اسيا. النصر اعتقد رفضوا التاجيل، خرج من دوري ابطال اسيا. العين بص لما الامارات عملت له هذا الكلام وادت له الفرصه واستعد، كسب دوري ابطال اسيا. بص يا استاذ محمد، انت بتيجي يعني ايه في اللائحه، هقول لك 3 ايام ماتش هنا، 4 بره، مظبوط بنطالب باكتر من كده عشان مظبوط. السفر، عشان كده لو انت رفضت ساعتها، يعني هو ده امر خاص بالرابطه، بس انا برضو مش دفاعا عنهم، ده دفاعا عن الراجل اللي يعني مقابل بهجوم عنيف. احنا دلوقتي نيجي نتكلم، يقول لك لا انت ازاي ما انتش راضي تاجل للاهلي ولا الزمالك، هم بيمثلوا مصر. طيب انا اجلت،
ايه الدوري عندك يا سيدي؟ طب انا اعمل لك ايه عشان ارضيك؟ امشي باللوائح والقوانين على الكل وخلاص وفي الحاله دي؟ والله ولا اهلي ولا زمالك انا كسب افريقي السنه دي، ولا اهلي ولا زمالك انا كسب افريقي. لو ما حصلش كده كده وانا بقول لك والله على الشاشة. انا سعيد بالحوار المحترم العقلاني اللي انا بتكلم. الله يخليك يا دكتور ايهاب، ان لما بيبقى المحاور بقيمه محمد الله يخليك يا دكتور ايهاب، فالواحد بيبقى سعيد وبقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلمك مكانك ودايما الناس عليك. الله يخليك دكتور ايهاب، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ايهاب الكومي. الحقيقه الراجل يعني طولنا معاه المداخله، وهو بكل يعني ادب وبكل سعه صدر رد على كل الاستفسارات بتاعتنا، عشان خاطر نحط الناس عندنا كلام كتير جدا كنا محتاجين نسمعه يعني كرد فعل اتحاد الكرة في كثير من الموضوعات.